وهذا سائل يقول: شخص طاف وسعى وقبل أن يحلق شعره غطى رأسه ناسيا، فما حكم عمرته؟ عمرته صحيحة، وإذا غطى رأسه ناسيا فليس عليه شيء، لكن بشرط إذا ذكر أن يزيل الغطاء، إذا ذكر أو نبه على ذلك أن يبادر بإزالة الغطاء، وعمرته صحيحة. قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.